السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتي قناه فاتي لايف ستايل. واللي اليوم باغا نوجد لكم او نتوجد لكم الام ديالي ان شاء الله باذن الله بسطيله ديال الحوت هماويه وكتجي لذيذه وخطيره. وانتم غتشوفوا لا بالنسبه للقوام ديالها او طريقه التحضير ديالها ما كتطلبش بزاف ديال الوقت وسهله التحضير. وما نكذبش عليكم انا شخصيا كتعجبني، ولكن بطبيعه الحال كيبقى عاوتاني الراي ديالكم اهم. وكنتمنى انها تكون في متناول الاعجاب ديالكم. وما تنساوش انا راه اليوم مجرد مساعده غادي نكون لا اكثر، لان الام ديالي لا عطاها صحيحتها هي اللي غادي توجدها ان شاء الله الطريقه ديالها البلديه التقليديه المغربيه ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم معايا ان شاء الله. نقولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالنسبه للقوام ديالنا كنحتاجو كروفيت كالامار، كنقليوهم في زويته بلديه ولا كنشحروهم حتى كيطلقوا الماء ديالهم، وكنصفيهم مزيان من الماء. كندوزو الشرموله، عندنا ثلاث تربيضات القزبر، الثومه على حسب القياس ديال الشرموله اللي غادي تقدكم بطبيعه الحال في البسيطله ديالنا. عندنا حامضه مرقده مقطعه طريفات رقاق، الزيتون مقطع رقيق. بالنسبه للعطريه معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، وكنزيدو معلقه صغيره ديال الخرقوم، وجوج معالق كبار ونص ديال الهريسه. بطبيعه الحال الا بغيتو تزيدو ممكن تزيدو، اولا تنقصو راه ممكن تنقصو على حسب الذوق ديالكم نتوما. وزيت العود اولا زيت بلديه اولا زيت نباتي ممكن تستعملوه حتى هو اللي متوفر عندنا في الدار. وحامضه معصره، وكنزيدو نديرو كروفيت الكالامار، كنخلطوا كلشي مع بعضياتهم وكنديروا الفيرميسال من بعد تنكونوا مصاوبينها. كنكونوا طريقه الفيرميسال كيفاش نصايبوها راه جد جد بسيطه ومعروفه. كنديروها في زليفه وكنديروا لها الماء مغلي، كنخليوها لمده دقيقه اولا جوج دقائق، من بعد تنصفوها من الماء وكنقطعوها بالمقص. كتكون واجده وكنديروها كما كتشوفوا معايا. انا درت الفيرميسال ودرت الفخوماج وزدت زويته بلديه شويه من الفوق كما شفتوا معايا. صافي كندهنوا الطاوه ديالنا، كنفرشوا الوريقات ديال البسطيله وكنعمروا بسطيله هيا كنعمروها. وبطبيعه الحال الشكل النهائي كيرجع لكم، بغيتوا ديروا الشكل بحال اللي صاوبت انا هانتوما تشوفوا، يعني جد جد بسيط وفي نفس الوقت يعطي منظر زوين. وبطبيعه الحال لا وتختلف الاذواق، يعني ممكن ديروا الشكل ديالكم النهائي نتوما. وهالبسطيله ديالنا واجده، الله يعطيها صحيحتها الام تاعي ديالي، طيبتها طريقه بلديه جدا وطريقه هماويه، وفي الصراحه كتجي لذيذه وفي نفس الوقت انها سهله التحضير. وبالنسبه للفران انا كنت عندي الصراحه الفران ديال الزنقه لان ما كاينش بحالو في الطياب، ولاني ما كتبش ما قدنيش الوقت فاستخدمت غير الفران ديال الدار. الله يجعل البركه، جات زوينه واخا هكاك هاي كما كتشوفوا معايا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم بصحه وراحه. وما تنساوش لايك والاشتراك، ومرحبا بكم ديما معايا.